ايوه لا انا بحاول حتى لو انه طولت اظافري ما بستحكم انت كثير تعودتي افضل قلبها صرتي طبيعي بسبب بروفيشنال. مهنتنا نحن اكيد مضطرين نكون شوي طوعة. اكيد. يعني هلا عم تدربي كمان عدد من السيدات على فن الورقيات، كيف عم تتم التعامل معهم؟ كيف عم تكون المواقف هيك معهم؟ احكي لنا شوي عنها. هلا بالنسبة أنا كثير بنوه على فكرة إنه نحن كأشخاص إذا بنحب مهنة بنبدع فيها، يعني صحيح. هي شروط نجاحنا بالحياة أو بالعمل. هلا أنا كثير بحب المهنة اللي بشتغل فيها، والسيدات عادة اللي بيجوا بيتدربوا عندي بيكونوا أول شيء حابين يتسلوا، يعني هي الفكرة الأولى إنه جايين نتسلى نغير جو. طب إنه يعني حلو إنه جايين نتسلى بس ما بيمنعنا نحن نطلع بنتيجة كثير حلوة. خاصة تذكري لنا دائما انه في اشياء جديدة عم يبتكروها هن لحالهم السيدات وعم تتفاجئي فيها. هلا كثير في اشياء حلوة لما يبلشوا يشتغلوا انا بكون عم علمهم بمهارة معينة بطريقة معينة، هن بس طبعا بيحاولوا يختاروا طريقة اسهل. امرات بقول لهم ما كثير تحاولوا لانه انا صار لي زمان بهذا الشغل ومجربة كذا وسيلة. امرات بيطلع معهم نهفات كثير حلوة. هلا حاليا اليوم عندي بحب نوه على فكرة عندي معرض بروضة شمس رح يكون في أعمال كتير حلوة ورائعة من شغل السيدات. حلو. عن جد أنا فخورة فيهم أنه نحن بظل الحرب بظل الأزمة كان في عنا سيدات كتير عندهم وعي لأي مهنة أو للوقت اللي عم بيعيشوا أنه ما يكون ضياعة، عملوا أشياء كتير حلوة ومميزة. عم اقول لهم انا كنت حابين ترجعوا نعيد الدوره سوا ورقيات، قال لا 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 بكفي هيك خلص. طب حابين تبيعوا كمان؟ لا. المجهود اللي بيشتغلوا فيه بهي طبعا القطعه بدها اسبوع لتخلص. حلو. هلا انا بنبسط بحبوا يحتفظوا بمشغولاتهم لهم بيندموا اذا باعوا لانه عمليا العمل اليدوي كثير صعب عم تعطيه من روحك. وهي القطعة مثل ما عم قلك يعني هي بالنتيجة أنا بحب يكون إلى تسويق رواج. هلأ مثل هي شكلت الوردة كبيرة شوي، هلأ عملتها بهذا الحجم لأن برجع بس بقصة هيك وبتركها لتاني يوم لتنشف. هلا هي طبعا هي كمان هي طبعا فن الورقيات والشمع بده كثير من الصبر كمان قلبها يعني هي بتعلم الواحد ايه بده صبر فعلا. هلا الاعمال اليدويه بشكل عام هي كلها بتعلم الصبر بس في عندك قطع بتعلم الصبر اكثر، نتيجتها بتطول لتظهر معك. هلا عجينه السيراميك ظهرت بسرعه يعني بالعاده مثلا اذا بدنا نعمل ورقيات بدي ساعات طبعا لحتى تظهر الشيء اللي شايفينه وتشوفوا انه انا شو عامله. يعني الورقيات بياخذ الوقت الاكثر أكتر. من الشمع. الشمع اسهل كمان شوي أسهل بس الورقيات هو ممتع يعني عم باخذ هيك احصائيه السيدات اللي بدربهم. في ناس بتحب الورقيات انه هو عمليا صحيح عم ياخذ وقت بس بنسينا همومنا مشاكلنا اذا نحن معصبين بنخفف هي حده التوتر. بيعلمنا العطاء كمان. حتى اولادهم بصيروا بحبوا يشتغلوا معه فبصير الطفل موجود مع الماما قاعد عم يشتغل. قلت لها اعتبريه سلاحك انت انه ماما كتب دروسك تعا اشتغل خلص درسك وتعا. هلا الورده صارت جاهزه، كيف بدنا نعمل العرق الاخضر؟ هلا بالنسبه للعرق الاخضر صراحه انا ما حضرت له لانه بس فيني احكي عنه. هلا اذا ملاحظين الورقه قد ايه صغيره. اول شغله بعملها بصبغ العجينه نفسها بلون اخضر، هي اهم مرحله. كمان طريقتها كثير بسيطه، بجيب ورقه من الزريعه. ما فينا نجيب ولا ورقه من هون. ببساطه باخذ قطعه صغيره، انا تخيلوها بس معي اذا هي خضراء او اذا كانت بيضاء وبرجع بلونها عرق اخضر. احاول ابحث عن عرق اخضر. احنا ما فينا هلا الاستوديو جديد قلبها. الاستوديو جديد وفي زرع مبروك بيعانوا في مني لا عم طلع العرق الاخضر لهونيك. ايه فعمليا انا بس بمسك العرق الاخضر من القفا من جهه القفا ومن الوجه وبحط القطعه. ايه فيني اخذ عرق من عندك هونيك ولا صعب؟ اني اعطيك ورقه بس ورقه. اوكي مرئين لدينا انا سامحونا يعني. ايه بس لحتى يكون الشغل واضح. اكيد عذبناكي انت وقريج. يلا هيك حتى هلا اذا بتلاحظوا هذا العرق كثير بسيط شو ما كانت رسمتها ولو كان حجمها كبير. هلا اذا بتلاحظوا هون في عندنا تفاصيل موجوده اللي هي العرق الاخضر. انا شو بعمل؟ باخذ الزاوية الرفيعة بعملها بهي الطريقة وبمسكها هيك بشدة
بفصلها هيك بهي الطريقة، بحاول إنه تاخذ العرق قد ما فيه. هلا أنا لما بسحبها بتطلع الرقيقة، فهي مفروض تطبع، بس هلا هي ما فيها تفاصيل كثير مطبوعة علي العروق، فهي مفروض إنه يكون هيك كل ما كان فيها تفاصيل إذا تخيلناها خضراء بس نعملها هيك. هلا طبعا هون أنا مصغرتها كثير يعني قاعدة سهرة عليهم هدول الورقات الخضر. بهي الطريقة أنا ممكن شكل الورقة الخضراء، في مجموعة من الورق الخضر. هدول الصغار كتير هن متعبين صراحة، بتكون الورقة حتى هاي بتكون شوي صغيرة وفيها تفاصيل أكتر. وبدي أقول لك يمكن الشيء الصغير صعب أكتر من الكبير الواضح تفاصيله. أكيد. هلأ مثل هاي القطع ممكن ينعمل منها طبعا، بحب أحكي إنه برتوكلي، شكلات مفاتيح، نزين سوفونير الولادة، أو حتى ممكن نعمل قطع كبيرة يعني بصندوق زينة. في عندي حدا من السيدات لما علمتهم هي عملوا علبة محارم. هلا ممكن تتفاجئوا انه علبة المحارم من قشر البيض، بس كثير حلوة يعني رائعة رائعة. انا بعتبرها اهم عمل صراحة وبتشكرها لانه انجاز كان منها. وشكلت الوردات السيراميكية ولوناهم، علمتهم آلية تلوين مو صبغة، في طريقة ثانية كمان هي العجين السيراميك. بلكي بلقاء ثاني بنجيب العلبة وبتشوفوها ان شاء الله. وكان تزيينها كثير رائع، يعني انا عم اقول لهم انه كثير طب، حتى انا صرت بدي اعمل علبه لإلي بالبيت، انه انا ما بلحق اعمل قصص او قطع للبيت، فحمستني انه الجهد اللي عاملته كثير حلو. هلا نحن وصلنا لمرحله انه نشفت الورده، كيف بدنا نلزقها على الاكسسوار يلي نحن حابينه؟ هلا اذا مثل ما ملاحظين نحن عندنا برواز بنجيبه جاهز. فهذا البرواز ممكن نعمل عجينة بنفس القالب اللي جوا حسب المساحة الموجودة عندنا، ومنبلش نشكل بالورق الأخضر بطريقة عشوائية. تكون القطع كتير هي طبيعية، كأني عم بعمل عرق يعني أو باقة ورد. لما بتنشف العجينة بلزقها بالغرة، فهو سهل تلزيقه مانو صعب يعني. بس كل ما هنالك أنا رح أتركها لتنشف يعني. أنا في عندي الزمن هو اللي بيساعد لإخراج العمل. ما في عمل دغري بيخلص إنه بيوم واحد أو بلحظة يعني. مثل ما لاحظتي هلأ هي عملناها، هي بدها لتاني يوم لتنشف. تنشف على الأخير بتنشف طبعا، لأنه حتى أنا تصير إذا ماسكتها إذا لاحظتي القطع بتلاحظي إنه هي قاسين مثل العظم بصيروا. هيك بخبركم اليوم، حبيت يعني نحكي عن عجينة السيراميك. يعني بالفعل أشياء جميلة اليوم ضفتيها لصباحنا. نحن شو فينا نعمل خيارات غير العقد أو البرتوكلي؟ ممكن تكون برتوكلي مفاتيح، أو حتى مثل ما ذكرتي لنا على علبة محارم. شو في خيارات تانية ممكن نحن نستفيد من هذا الموضوع، وخاصة إذا عملنا الوردة بقطعة كبيرة؟ هلأ في خيارات تانية مثل ما قلت لك، ممكن نعمل برواز صورة. أي شيء هو قابل إنه نحن نستخدمه بالحياة يعني تزيين كوظيفة تزيين فهو صحيح. نحن اللي بنحكم إنه شو بدي أعمل، كل ست بيت هي بتشوف شو احتياجها وبتشتغل عليه. أنا مثلا حبيت فز فكرة الإكسسوار، في حدا تعمله بعلبة محارم، في حدا ممكن يعمل صحن ضيافة يعمل القطعة لأنه هي عظم ومتين القطعة بس تنشف. أشياء جميلة وفيها إبداع وفيها فن اليوم أضفتيها لصباحنا. شكرا كثير لك ألبا، ونحن بنتمنى لك كل التوفيق بالمعرض اللي رح تقوموا فيه. أهلا وسهلا فيكم، شكرا لكم كمان. شكرا لك يا ألبا. أكيد هلا أريج رح ننتقل لغرفة